لين منعتي من دخول سوريا الشام؟ مش مزبوط، أنا شاركت من بيتي بإحدى المظاهرات. يعني ما أنا آخر شيء مواطنة لبنانية عندي انتماء لبلد، بحب أوقات أعبر يعني بشي طريقة، وحدا صورني شي صورة ونزلها وقتها طلع مثل صورة. شو؟ صورة أنا بالمظاهرة يعني. المظاهرات اللبنانية اللي كانت طبعاً عم بتصير. ايه فطبعا الصحافة بتستغلت الصورة وقالت انه منعت ومدري شو. هو بالحقيقة انا ما منعت. انت بيتك بيطل يعني بساحة ايه. ايه كنا متزهرين عندنا بالبيت. كنا متزهرين عندي بالبيت. وشو لقت الصورة؟ لقت الصورة لانه في حدا عم بيقول لك على سوليدار يعني على البلكون. ايه صورني عادي يعني انا مش مستحية. بقى نزلت الصورة طبعا. كنت حاملة اعلام او شيء؟ ايه اكيد اعلام لبنان. انه اعلام اكيد احمل اعلام لبنان. ولقوا صوروني ونزلت الصوره ميكروفون بليز. طبعا استغنموا الفرصه بعد الصحافه طبعا بسوريا هالمره كانت لانه من هنيك طلع الخبر. وما كان مزبوط لانه وقتها كتبوا انه انا استعملت منعت لانه استعملت تعبير مش ادبيه وما لازم اقولها بحق سوريا وبحق الشعب السوري. يعني مش شتيمه اذا بدك يعني شعارات ضد ايه اذا بدك كذا شغله يعني. فمش مزبوط لانه انا اذا بتظاهر كوني عندي ولاء لهالبلد وانا بفتخر يعني. واذا هالشيء بخليني اسجل موقف ليش لا يعني. وانا طلعت دغري يعني من مكتبي انه مش مزبوط. انا امي سوريه وعندي اصحاب كثير بالشام واهل يعني وعائله امي بسوريا فنوي خبص يعني. فانا بررت موقفي ضل وقت كثير لاستوعبه انه فانا ما عاد عملت كثير حفلات هونيك لانه صرت خاف يعني انه انا في معي شباب بالفرقه بيروحوا وبيجوا يعني ما بدي. بس العلاقات منيحه يعني بروح على سوريا. دفعت الثمن؟ يعني الفنانة بتعاقب على مواقفه اليسا؟ انا ما غلطت يعني اذا هيدا الشيء بدهم يدفعوني ثمنه انا ما عندي مشكله. انا لبنانيه نيشان يعني انا اوكي ولائي للبنان اولا. ولدت سورية وبحترم الشعب السوري بس أنا لبنانية أنا من دير الأحمر يعني وهذا الشيء خلق معي يعني إنه أنا بيي كان لا بيي كان كتير يكتب عن الوطن وعن الأرز وهيك يعني أنا يعني هالقصص حاسة فيهم أنا وصغيرة. بعدين أنا نزلت بوقت كان عم نخسر رجل عظيم مثل ما بدي كنت فوت بقصص أحكي أبدا سياسة مثل الله يرحمه رفيق الحريري يعني نحن تغير تاريخ لبنان من بعد اغتياله يعني أكيد مش غلط إنه تعبر وتسجل موقف بشي طريقة. لو ما أغتيل رفيق الحريري كان صار اللي صار اليوم؟ هالمخطط الكبير ما في شك انه دفع حياته تنفذ اكيد دعانه بس انه اسمه معه شهيد يعني كان فداء لهالبلد بشي طريقه يعني ما حدا كان بيعرف انه اذا اغتيل الرئيس الحريري رح يصير هيك بلبنان. اليسا انت كفنانه بهالتظاهرات اللي بتصير بهالشعارات الوطنيه اللي ترفع بالنهايه ما في فنان ولحام ومحامي في انسان شخص مواطن لبناني بيتساووا تحت سقف المواطنيه. قد ايه بالوسط الفني انتم عم بسالك لك لانك فنانه قد ايه بتقدروا يعني الواحد بيقدر يصير عنده هيك تدليس وتعلبيه انه يتخبى وراء حيط نجوميته يقول انه يا خيي ما بدي اتلون لا بدي يكون هون ولا بدي يكون هون لا شمال ولا يمين مش ضروري تتلون كرمال ما تتاذى نجوميتك. لا مش ضروري تتلون يعني انه ما فيك كمان لأن يعني العالم ما بتحترم الانسان الخبيث يعني واللي ما عنده هويه يعني انه كل العالم انا بتعرفني انا كشخص انا لبنانيه بحبوني على هالاساس وعندي انتشار بكل الوطن العربي وبلبنان ما في شيء فيك تخبيه وفيك تتخبى وراه. وانا بلاقي انه مش شهامه انك تتخبى بهيك قصص وتقول انا لا. انت مين بتأيدي بعد الحرب؟ انت معروفه يعني دير الاحمر معروفين يعني انه القوات اللبنانيه دكتور سمير جعجع يعني عم بحكي مناطقيا انا. ليك انا بحب دكتور سمير جعجع مش لانه قائد حزب سياسي صار او كان بحبه لا شخصه. نحن بحكم كوننا من دير الاحمر في عنا امتداد يعني ترابط عائلي. انا ست من بيت جعجع
في وبتقربوا بطريقه اكيد. مشان هيك كمان بحبوا في عنا امتداد جغرافي وامتدادنا البشري واصل لبشر، يعني بشر اخر شيء بتحد يعني هي بالشمال ودير الاحمر بالبقاع وبيفصل بيناتهم منطقه واحده، فعنا امتداد جغرافي يعني لبشر. بطبيعه الحال بتحسي بالولاء؟ بحبه، بس انا ورا حكومتي، انا اذا بدك تقول لي انا مع مين، انا ما بمشي ورا حزب.